للحديث عن الاشتباكات التي شهدتها محافظة البصرة ليلة أمس على خلفية الصراع السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط السياسي السيد كرار عجروش. سيد كرار، بداية مرحبا بك. اشتباكات متقطعة وقصف صاروخي استهدف القصور الرئاسية ليلة أمس، كيف كان الوضع في البصرة في ظل هذا القصف؟ نعم أستاذ، أولا تحية لكم والكادر قناة الرافدين وقناتكم الموقرة وكل المشاهدين اللي جاي يشاهدوني. أهلا بك. طبعا في الحقيقة أمس صار نزاع بين أطراف مسلحة وميليشيات قتال فيما بينهم. طبعا شنو المواطن هنا، المواطن البصري، المواطن العراقي راح يتساءل يقول أنا في ظل هذه الهجمات المسلحة اللي جاي تصدر الكاتوشة والطلق اللي تشوفه، اللي يستخدمون السلاح اللي جاي تشوفه، شنو المستفاد؟ من المضرر؟ أكيد المضرر الأول هو المواطن العراقي في هذا الصراع الذي جاي نتج الكتل السياسية. شنو اللي يستثمر بالتالي النتيجة الحاصلة اللي تطلع للمواطن أو للشعب العراقي؟ المواطن العراقي، المواطن البصري جاي يتروع، يتهدد، جاي يعني يشوف أساليب القمع اللي جاي تجي بحقه. يعني إذا متى يظل العراق بلد الفوضى وبلد فيه قتال وسلاح منفلت هناك وهنا وتشهد صراعات سياسية فيما بينهم لكي ينتج القتال في ترويع العوائل والمواطنين في ذلك الحال؟ إلى متى إحنا العراقيين نضل؟ ما هو موقف القوات الحكومية من هذا الاستهداف؟ سيد كرار، ما يعني ما هو موقف القوات الحكومية من هذا الاستهداف ومن هذا الترويع للأهالي؟ نعم، موقف الحكومة، رئيس محافظ البصرة بما هو الرئيس الأعلى للجنة الأمنية في البصرة ناشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي اللهم احفظ الشعب البصري. إذا رئيس لجنة أمنية في البصرة اليوم يقول هذا الكلام فما بالنا احنا المواطنين؟ فما هي الطرق التي نسلكها لكي نوقف جماح هذه الجهات المسلحة؟ اليوم الحكومة والقوات الأمنية عاجزة تماما العجز عن حصر السلاح بيد الدولة في مناطق البصرة تحديدا. نشهد هذه المجاميع المسلحة لا تتدخل حكومي ينتج عن أطراف أو عن أي شيء، يتجولون سياراتهم المسلحة ويتجولون في أزقة وشوارع البصرة. هل هناك الحكومة تكون راضية عنهم؟ بالعكس، ما يشوف أي توجه للحكومة الأمنية في حصر هذا السلاح المنفلت، هذا السلاح اللي جاي يروع العوائل. يعني في الحقيقة ما جاي نعرف احنا نفوض أمرنا علما، من نطالب من الأمم المتحدة تتدخل راح يقولون ونطلع بتظاهرات سلمية ونطالب قابل الأمم المتحدة تعالوا تدخلوا. طيب احنا راهن سلاح منفلت جاي يقتل يوطن النار. لماذا هذا اللي جاي؟ سيد كرار، بعض المراقبين للشأن العراقي ومراقبين لهذا الصراع يرون أن الصدر من خلال هذا الاستهداف يوجه رسالة ما إلى الإطار التنسيقي، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ أستاذي العزيز، أستاذي الفاضل، إحنا كمواطنين شنو اللي راح نحصله من هذا الصراع؟ الصراع بين التيار والإطار. أنا كمواطن عراقي أنا أريد أعيش بحياة سليمة، حياة كريمة. أريد المواطن العراقي اليوم من يطلع بأمان، من يرجع بأمان، إلي حق عيش. أنا ما لي شغل بهاي الصراعات اللي جاي تصير. ليش جاي تستخدموننا كوقود لمصالحكم الشخصية؟ ليش جاي تستخدموننا كحطب لهذه الصراعات، لهذه الكتل السياسية؟ أنا كمواطن عراقي ما لي دخل بهذا اللي جاي تسوونه أنتم. أنتم قتال فيما بينكم. دعوا العراق وشأنه، دعوا المواطن العراقي يعيش بحياة كريمة. إلى متى نظل إحنا في تحت هذه الظل؟ يعني انت الرساله اللي توجهها من قبل التيار والاطار، انا شنو دخلي؟ انا كمواطن عراقي اريد ان اعيش في حياه كريمه، في وطن كريم، حال بقيه الدول المجاوره. ما هذه الدول المجاوره، دول الخليج والدول البقيه جاي تعيش في حياه منعمه والشباب جاي يعيشون في حياه مترفه. لماذا احنا الشباب العراقيين همنا بس القتال؟ اللي حضرتكم انتم ما جاي تقعدون على طاوله واحده وتوصلون على بر الامان، توصلون هذا الشعب وتوصلون هذا البلد الى الأزمة السياسية والاستبداد السياسي. صار له كثير من الشهور وكثير من الأيام. شنو اللي الحل اللي صار؟ أنت إذا كان خلاف بين إطار والتيار، أنا كمواطن عراقي شنو اللي راح أحصل من هذا؟ هل راح تنبني مدارس مثلا إذا ظل هذا الصراع وظل الشعب؟ هل راح تنبني مستشفيات
يعني راح اسمها، هل راح يتعين العاطي عن العمل؟ هل راح اشوف رواتب رعايه للعاطي عن العمل؟ ما راح اوصل كل هذا. فانتم صراع بيناتكم على مود مكاسبكم الشخصيه، على مود مصالحكم الشخصيه. احنا ما لنا شغل، احنا كمواطنين عراقيين لما جبناكم للسياسه، اذا انتم لا تقومون بالسياسه شيء، فاخرجوا ودعوا السياسه ليها. العراق اليوم فيه كفاءات عاليه من السياسيين ومن المناظرين ومن المحللين السياسيين. دعوا زمام الامور لكي يشهد الشارع العراقي، الشارع البسطي، لكي يقوم في هذه المهمات، لكي يطهر بلده من الميليشيات المسلحه، من الكاتيوشه، من الجماعات التي اليوم متطرفه التي لا حوار سوى السلاح. انزعوا السلاحكم وتعالوا تحاوروا فيما بينكم لكي توصلوا العراق الى بر الامان. احنا كمواطنين السلاح ليس لغتنا، احنا مواطنين عزل. لما ينتخبكم الشعب العراقي ويجيبكم في ظل هذه الحكومه، حكومتي التي لا تعيش ولا تنش، يعني جاي لا نشوف دور امني يصدر بحق ذولي المقربين، ولا جاي نشوف مثل ما تقول قوات امنيه رادعه لهذه المسلحات ولهذه المجاميع المسلحه. الدماء العراقيه تسيل يوميا، يعني تصف بهذه الطلقات اللي اين تذهب؟ شكرا سيد تراب. المواطن راح يطيح هناك مواطن وينجرح هناك مواطن. الى متى نظل احنا في هذا الصراع؟ شكرا يعني سيد كرار. نعتذر منك لضيق الوقت سيد كرار عجروش، الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا.